تيجينا بن عطية، لأنه المهدي بن عطية أولا يوضح لنا شو صار معاه في الراي، حكاية المغربي إلى غير ذلك، الأمور العنصرية اللي صارت، وكان يسمع وكان يفسر هو الآن للشتاينر ما صار معاه في استوديو الراي، وأيضا في شيبو ميدو هنا، وفي كل حديث ممتع مثل ما كان في استوديو الدوري الإيطالي مع صلاح والبوتريكا والكابتن طارق. يا ريت، بارك الله فيك، شكرا لزميل حسين.